عيدوا النبي الفطار ده وديه للنبي. طب برز اخي برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطر ويروح يشوف اكل عيش. يا استاذ لمبي، يا استاذ لمبي، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبي. طب ثواني ونزل. هات يا لبنك، هات يا بقولك اهو، بص مش شايفه يعني يا ده، هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي ده، هو جنيه اعمى انا هوديه للمغربي. هات الجنيه مغربي بلد. هات انت طلعت لي فوق؟ لا خلاص يبقى نص جنيه، تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه، انما تحت هنا عند المصورة يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد روح بجنيه اهو. احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرايب عقارية لسوء الأحوال الأهلية؟ يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا. يلا اسرح يلا يلا. ده انت يال. لودة 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 ما همتش برضو على النوجة. طب عليكم يا جلال علي، لحظة طبع راسي عم براو زي أصدوما. أيوة أخ أصدوما. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أصدوما؟ أنا اللي أصدوما. أنا تقفل الفرامل والدربليات مية مية يا باشا، من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل مية مية وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل ودربلياش في الحته دي. في الحته دي هي دي التجربه يعني؟ اه ماشي انا جاي لك اهو الوقت. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزه تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براءة باذن الله. براءة باذن الله. على الله يخرب بيتك، اتاخرت كده ليه؟ انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش نهار اسود على الليله السوداء. طب وبعدين الفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده هيفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دخت، انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع. يخرب بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ايدك وتترافع، وانا الحاجه للمحامين دول خالص. قول ان وشك كده؟ ماله؟ انت جيب الوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. يا حاج مين المحامي يا شيخ افندي؟ المحامي في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي براءه باذن الله ان شاء الله. براءه ابوس ايدك، شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي نعم. بقولك يا متر، ايه؟ ما تقوم تترافع انت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضيه. ايوه حاضر ما انا عارف. ندعو على القضيه والمصحف سمعت. خلاص تتعذب والنبي سمعت. اما قمت تترافع يخرب بيت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس، سيد الرئيس، حضرات الساده المستغربين، انا احمد الحاجب، ارجو ان تتسع ساحه المحكمه لكي اخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف. ابويا اجري يا اشرف.
خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحة الجرامير دي 180 مرة؟ وفين الشهرية بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ وبس بقى وبس بقى مزهدناهاش أول كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانة دي بقى عاملة ايه؟ كويس لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس عدس؟ اه والله العظيم عدس؟ صدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى العيال كل حاجه فيكم قاعدين له زف يا عم انت بتدرس الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي ده في رب ثلاث ودان قاعد ده انا والشيف ورو بس شكله محل فعلا شكله محل ربنا كان وجه كده اما تبقى بطنك كده مبقليله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لم نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص هي متجوزه واحد ميت ولا ايه لا خالص العيب مش فيك امال فيه ولا العيب فيك امال العيب فيك الحقيقه انت سليم وهي سليمه بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف انما انتوا الاثنين مع بعض ما تخلفوش لان ايه ما نخلفش امال عن بيض ده راي الطب نو هو مفيش امل